حياة كريمة وجهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية التي تم إطلاق اسم حياة كريمة عليها بهدف دعم المواطن المصري لمختلف احتياجاته. لم تعد هذه المبادرة الرئاسية فقط مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كياناً متكاملاً وداعماً للمواطنين في كل ما يطلبونه. تحولت هذه المبادرة إلى ذراع رئيسي للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين، إلى جانب حل ما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية. مواقف عديدة أظهرت الدور الكبير للمبادرة الرئاسية والتي أصبحت أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة بهدف مساندة المواطنين، بل أصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهو ما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها مبادرة حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل جهود الجمهورية الجديدة.
دعونا نقف على آخر جهود وأحداثيات حياة كريمة، وينضم إلينا عبر الهاتف لإلقاء الضوء عليها الأستاذ مصطفى السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية. برحب بحضرتك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك سندم، وتحياتنا لحضرتك وتحياتي أهلا وسهلا حياة كريمة في القليوبية لحضرتك ومشاهدينيك الكرام. أهلا بيك مرة تانية. يعني منذ عام 2019 وجهود حياة كريمة مستمرة، دعنا نسلط الضوء على أبرز جهود حياة كريمة في محافظة القليوبية بشكل عام مبدئيا، وبعدين هندخل على حاجة حاجة نناقشها مع بعض. تمام. يمكن احنا في حياة كريمة في محافظة القليوبية كان لنا نصيب ان احنا نكون موجودين في المبادرة من خلال المرحلة التشريفية في قرية الأحراز، وبعد كده انتقلنا لتنمية إدارية لمركز إداري متكامل. اشتغلنا في مركز سبيل الناطر، ويمكن احنا تقريبا ان شاء الله في المراحل النهائية للتسليمات لتسليم المشروعات. نسب إنجاز وصل لأكثر من 85% في كافة المشروعات اللي احنا شغالينها. اشتغلنا في أكثر من 36 قرية بالتوازي مع بعض، معاهم 148 نجوى وعزبة بيخدمهم. تقريبا تكلفة المشروعات أكثر من 7 مليار جنيه بحوالي 734 مشروع بيخدمهم. اشتغلنا في الجزء الخاص بالبنية التحتية، وده تقريبا عندنا 254 مشروع. بعد كده انتقلنا على البنية الخدمية، وده تقريبا في 279 مشروع شغالين فيهم. كتير جزء كبير من البنية الخدمية تسلم زي المدارس، سلموا في 30 يونيو اللي فات كنا بنتكلم في 97 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتطوير ورفع كفاءة، وتقريبا بتكلفة أكثر من 130 مليون جنيه. بعد كده بدأنا للخدمات وبناء الإنسان، محور بناء الإنسان خاصة في المشروعات الخاصة بالمجمعات الخدمية والمجمعات واللي بيبقى فيها نوع من أنواع التدريب، تسهيل الخدمات على المواطنين، نوع من أنواع البنية الشاملة أو المتكاملة. إن احنا بنكون موجودين في مركز إداري متكامل بيكون مش محتاج إن هو إن أنت تتنقل لأكتر من مكان تاني عشان خاطر تخلص ورق خاص. إحنا يعني خلاص إحنا اتفضل التأمين. بتكلم عن مشروع. بس اذن حضرتك ما تتحركش بالموبايل استاذ مصطفى عشان صوت حضرتك بس بيقطع. طيب كده كويس؟ تمام اتفضل. هنتكلم عن مشروعات زي المشروعات اللي بتمس بقى حياه المواطنين، او حتى احنا كنا في مراحل الرصد الاولى كان دايما الناس بتكلمنا عن المشروعات دي لان هي اكثر المشروعات لمساهم قوي. بنتكلم عن الصرف الصحي طبعا ومياه الشرب. احنا عندنا الصرف الصحي ومياه الشرب اكثر من 222 مشروع. بنتكلم في الصرف الصحي في اكثر من 123 مشروع ما بين شبكات جري تنفيذها و24 خط طرد، وعندنا ثلاث محطات معالجه منهم محطه معالجه في الكوم الاحمر والحزانيه وعرب شاهينه. احد محطات المعالجه عندنا في الكوم الاحمر تقريبا 250 الف متر مكعب يومي، تكلفه اكثر من 200 مليون جنيه. عندنا بتخدم اكثر من خمس اماكن، بتخدم بني تميم، وعندنا كفر سليمان الورد وسعد الخيري وكفر الشرفة والشيخة سلمى وكفر الصهبي. في خمس اماكن بتخدمهم، خمس قرى رئيسيه بتخدمهم الوحده المحطه المعالجه الخاصه بالكوم الاحمر. بعد كده بدانا ننتقل على البنيه الخدميه، وممكن نشوف زي القطاع الشباب والرياضه احنا عندنا نسب انجاز فيه اكتر من 85% دلوقتي. عندنا اكتر من 28 مشروع. احنا كده انتقلنا لمحور بناء الانسان. بالظبط. هو يعني هو تقريبا المحاور كلها تبدو متداخله، وهي دي شموليه حياه كريمه اللي بنتكلم دايما فيها، ان بعد ما بدانا ننهي مشروعات حياه كريمه بدانا نشوف قد ايه احنا كنا شغالين 63 قطاع شغالين مع بعض تقريبا بالتوازي ما بين مؤسسات حكوميه ومؤسسات مجتمع مدني وافراد كمان شغالين بيتطوعوا معانا وبيبقوا موجودين. حتى بعض الافراد الخاصه بالقرى كانوا بيقدموا لنا تبرعات. هي دي شموليه حياه كريمه او الملموس، الجانب الغير ملموس اللي احنا شايفينه في حياه كريمه على الارض بالذات. طيب استاذ مصطفى، يعني كلنا عارفين ان حياه كريمه هي عباره عن مراحل، احنا وصلنا لحد فين او في انهي مرحله دلوقتي في محافظه القليوبيه؟ بصي احنا في القليوبيه بدانا بالمرحله الاستشرافيه مع كل المحافظات الثانيه، كانت قريه واحده، ودي كانت بمثابه نموذج مصغر بنشتغل عليه عشان لما نشتغل على
قدر كبير او منطقه جغرافيه اوسع شويه يبقى عندنا التصور اللي نقدر نشتغل بيه. بالفعل اتعلمنا كتير جدا من القريه الصغيره، ولما بدانا نطبق على مركز اداري كامل زي شبين قناطر بالعدد الضخم اللي فيه، بنتكلم في اكثر من 600 الف نسمه تقريبا، ثلث سكان محافظه القليوبيه بيستفادوا من الخدمات اللي احنا اللي اتقدمت من خلال حياه كريمه، ودي تعتبر المرحله الاولى، واحنا دلوقتي بصدد نهايه المرحله الاولى من حياه كريمه، ومزمع كمان ان احنا نبدا المرحله الثانيه في القريب العاجل ان شاء الله. واللي بالفعل احنا بداناها في ثلاث مراكز اداريه كاملين، مركز الخنكة ومركز طوخ ومركز اليوب. طيب عند المراكز بقى خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين اهم المناطق والقرى والمراكز التي استهدفتها المبادره. في شبين القناطر احنا استهدفنا 36 قريه، ودي خلاص المرحله دي تقريبا اكثر من 90% بنسب تنفيذ. هيتبقى لنا بعض القطاعات في قطاع الصحه زي المستشفى المركزي اللي في شبين القناطر، وده يعني بدانا ان احنا ان شاء الله نشتغل فيه، واعتقد انه هيبقى في 30/6 القادم ان شاء الله هيبقى انتهينا منه. عندنا دلوقتي التركيز على طوخ، عندنا اكثر من 10 وحدات محليه اشتغل فيهم تقريبا اكثر من 51 قريه تم العمل فيهم بالتوازي. هيبقى كل الخدمات اللي موجوده والغير مكتمله بالاضافه الى البنيه الخدميه والبنيه التحتيه ومحور بناء الانسان والمبادرات التوعيه والتدخلات الاجتماعيه، كل ده هيشتغل في الثلاث اماكن اللي هنتكلم عنهم، في طوخ وفي اليوب وفي الخنكه. عندنا في اليوب هنشتغل في 5 وحدات محليه كاملين، عندنا في الخنكه احنا هنشتغل في 5 وحدات برضو، اسف 7 وحدات محليه، هيبقى منهم ابو زعبل واكثر مكان هيبقى ليهم معاملات خاصه في بعض الاوقات بسبب ان في اماكن ما كانش وصل لها خدمات اصلا او ما كانتش موجوده على الخريطه الخدميه مسبقا، وده طبعا بيدينا نوع من انواع التحدي شويه، واللي اتعلمناه بصراحه من شغلنا في المرحله الاولى. يمكن تقريبا احنا كل مرحله بننتقل منها بنتعلم حاجه جديده، يعني في شبين القناطر بقى عندنا نوع من انواع تشيل الاجراءات شويه، بدل ما كان الموضوع ممكن ياخد مننا شهرين وثلاثه في الشغل، لا بالعكس احنا بقى عندنا كمان اجراءات الاعتماد والطرح والترسيه. يعني انتوا بتطوروا من نفسكم داخل المبادره نفسها، يعني بداتوا ربما يعني بطريقه معينه وابتديتوا تسرعوا من وتيره العمل بالاستفاده من العمل على ارض الواقع. هكلمك بصراحه، احنا يمكن في البدايه كنا بنتحسس خطواتنا، فكنا بنمشي بنوع من انواع البطء شويه، ويمكن كان جالنا طوق نجاه هو فتره جائحه كورونا، بقينا بنشتغل كمان باريحيه شويه، ما بقيناش عندنا لا احنا لازم ننجز عشان خاطر لازم الناس تتنقل بكره الصبح للمجمعات الخدميه عشان تبدا تشتغل، لا بقى في عندنا نوع من انواع التراوي شويه في الحركه. التراوي ده حصل كمان معاه بقى في زي دروس مستفاده بنستفادها من الشغل اللي بيحصل، كمان من الاخطاء اللي احنا بنرتكبها او بعض الاخطاء اللي بتبقى خاصه بالشغل او حتى الاخطاء الخارجه عن ارادتنا، زي مثلا اعتماد الطرح والترسيح، احنا كنا بنتاخر شويه في الاجراءات دي، لا بقينا كمان بناخد الاجراءات دي بدري. كان عندنا مشكله كبيره جدا في تخصيص قطع الاراضي ان هي ممكن تقعد شهرين وثلاثه على ما يتم التخصيص، لا بقينا بنشتغل عليها من بدري، بقينا بنصدها بدري جدا ان احنا محتاجين الاراضي دي، نبدا نشتغل عليها مع جهات الولايه مباشره. بقى عندنا نوع من انواع برضو الذكاء في الترتيب، ما بقيناش نرسي على اكتر من مقاول اكتر من مكان، لا بقى عندنا كمان بنشترط ان توريد المعدات والعماله يكونوا موجودين اكيد طبعا، يعني مع العمليات ومع الانجازات بقى اصبح هناك يعني مصدر ثقه في التعامل، فانتوا خلاص بدل ما بتدوا المعامله لاكثر من حد انتوا مش عارفين ممكن ينجز امتى، بقى عندكم ناس مصدر ثقه بتولوا ليهم هذه المهام. بالظبط، هو الجميع في الاول وفي الاخر الجميع بيلتزم، ويمكن الظروف الاقتصاديه طبعا بتاثر على الجميع، لكن احنا يعني برضو يهمنا قوي ان المشروع الضخم زي ده احنا محتاجين ان احنا نخلصه في اكثر من 3 سنين، والوقت طبعا بيجري، وكل ما بنزود في الوقت وبنمط فيه كل ما بيبقى فيه تكلفه ماليه اكبر، والتكلفه الماليه دي احنا في الاول وفي الاخر اللي نتحملها، فكل ما هشتغل في اجراءاتي كل ما هنجز اكتر في المشروعات ونسب التنفيذ. حضرتك بتشوف احنا النهارده كل يوم بسعر، كل يوم بسعر شكل، ودي طبعا عامله لنا مشكله كبيره. طيب استاذ مصطفى، يعني محور بناء الانسان او الاستثمار في تنميه الانسان كما اشرت حضرتك قبل قليل ربما يكون هو من ضمن أهداف حياة كريمة عن طريق زرع العديد من القيم، على رأس هذه القيم إرساء مبدأ التطوع. قيمة التطوع كيف تجلت داخل محافظة القليوبية؟ ممكن في البداية ما كانتش واضحة قوي فكرة التطوع والعمل التطوعي في حياة كريمة، خاصة إن المشروع برضو ما كانش واضح للناس إحنا عايزين نعمل. لما بدأنا نتكلم مع الناس وبدأنا نشترك معاهم
بدأ عندنا دلوقتي يكون أكتر من قاعدة متطوعين في كل قرية، بقوا زي بمثابة دول المشرفين على المشروعات كمان. يعني مش عايز أقول لك إن بيبقى فيه ورديات عمل منهم بين بعض، بيمروا على المشروعات بيكلموا بعض في التليفون لو في أي مشكلة في مشروع ما إزاي نحلها بسرعة. بقى نوع مش عايز أقول لك إن ده كمان وفر علينا تكلفة مالية كبيرة جدا، بدل وإجراءات كمان وقتية. يعني وده طبعا بيتم بمنتهى الحب وبمنتهى يعني الرغبة الخالصة من هؤلاء المواطنين. بالظبط، يمكن حتى احنا الفترة اللي فاتت كنا شغالين على ندوات توعية خاصة بالشغل اللي اتعمل الفترة اللي فاتت في بالتعاون مع جامعة بنها ومحافظة القليوبية. بدأنا ندوات التوعية دي في أكثر من 16 كلية تابعين لجامعة بنها، يعقبها طبعا زيارات ميدانية بنوري الطلاب والشباب وإخواتنا إزاي المشروعات دي اتعملت. غير برضو إن أنت لما تشوف الصورة، لا لما تنزل ميداني وتشوف حجم العمل الضخم اللي اتعمل والإنجاز الحقيقي اللي موجود على أرض الواقع بتفرق كتير بعدها. طب حضرتك لما بتنزل ميداني بتلاقي تعليقات المواطنين ايه؟ يعني انطباعاتهم ايه عن الجهود اللي بتقوم بها حياة كريمة؟ لا شك في مش هقدر مهما وصلت لك الصوره اللي بنشوفها والفرحه اللي في عيون الناس احنا بنقلها بصراحه مش عارف اوصلها لك. يمكن دي هتحتاج ان كتير نتكلم فيها او هنحتاج ان احنا بعد كده نفرد لها وقت مخصوص، لكن في الحقيقه لما بنتكلم عن مركز اداري متكامل في كل الخدمات اللي موجوده، انا بيني وبين بيتي اقرب مكان ممكن يخدمني بيني وبينه 10 دقائق، مش محتاج ان انا اجيب من الشغل بتاعي، مش محتاج ان انا اروح واشوف بقى كم الفساد الاداري اللي كنا بنشوفه قبل كده واللي بنتكلم عنه. لا دلوقتي بقى في تعامل من خلال التحول الرقمي اللي موجود في القريه. يمكن من اول الحاجات اللي اشتغلنا عليها كان الجزء الخاص بالتحول الرقمي، ان احنا نبدا نعمل شبكه الياف ضوئيه في اكثر من 36 قريه، ودي حاجه دي هتخدمهم في ايه؟ شبكه الالياف الضوئيه دي بتخدم كل المشروعات الخدميه اللي هتبقى موجوده، بتبقى مربوطه على شبكه واحده بنغير فيها كل طبعا تغيير الكابلات اللي موجوده بخلاف بقى الدورات التدريبيه اللي بتتم ومحو الاميه الرقميه في اكثر من 23 دوره تدريبيه اتعملوا. بيتم كمان التدريب على ازاي نستخدم الاجهزه اللي احنا موجودين عليها، ايه اللي احنا هنعمله جديد او الدنيا مش رايحه ازاي خاصه في الاتجاه الرقمي. وده احنا ناقشناه كتير جدا من خلال الدورات التدريبيه. بدا الناس كمان يكون عندها نوع من انواع التوعيه كمان ازاي تستخدم الفيزا، ازاي تستخدم الكريدت. طيب خلينا ننتقل لربما جزء يشكل عبء رئيسي من اعباء المواطن او بيشغل فكر المواطن، وهو جزء الرعايه الصحيه والخدمات الطبيه. كلمني عن هذا الشق تحديدا ضمن حياة كريمة في القليوبية، عملتوا ايه في هذا القطاع، القطاع الصحي؟ يمكن القطاع الصحي في القليوبية زي اي قطاع صحي موجود في مستوى العالم، احنا برضو مش بنقول ان احنا احسن حاجة في الدنيا ومش بنقول ان احنا عاملين حاجة لا يعني التطوير الذي شاهده هذا القطاع منذ بدء المبادرة. احنا يعني زي اي قطاع صحي احنا بالفعل بدانا نشتغل على اكثر من 24 وحده صحيه، نسبه التنفيذ فيهم دلوقتي اكثر من 65%. عندنا مستشفى مركزي هيتم انشاؤه في سبين الاناصر، نسبه التنفيذ فيه دلوقتي اكثر من 10%. عندنا كمان 6 وحدات اسعاف تم تنفيذهم بالكامل بنسبه تنفيذ اكثر من 96%. كل دي منظومه كامله متكامله بتخدم منظومه الرفاه، بتخدم المنظومه الصحيه، مش بس مجرد ان انا عملت وحده صحيه في مكان، لا انا كمان بقى الاسعاف عندي موجود، بقى المستشفى المركزي موجود بتوفر من خلاله خدمات، بقى ان انا موجود ان انا اخش الوحده الصحيه اللي موجوده في قريتي اقدر نعمل فيها عمليات اليوم الواحد او العمليات البسيطه. دي كمان حاجه ما كانتش فكره ما كانتش موجوده قبل كده. كل ده بيأهل ان احنا نخش لمنظومه التامين الصحي الشامل ان شاء الله في الفتره القادمه بعد استكمال باقي المراكز ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ مصطفى السيد منسق حياه كريمه بالقليوبيه، بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر. أحلامه وما فيش حاجة تقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي واخد كل حياتي تحدي. مسموح أنا حلمي
إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من ملايين أحلام عمرنا تعيش بسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي لا تحمينا. طول ما في حد في كتفي ساندني، طول ما في ناس همها تسعدني، أنا عمري ما خاف واستسلم عمري. قوتي ناس بتأمن ظهري، أنا مصري حياة كريمة. يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030. يهدف هذا المشروع إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف، إلى جانب تحقيق جودة هذه الخدمات المقدمة واستقرارها لدى المواطنين. نتابع المزيد في هذا العرض. وعن حياة كريمة أيضا، ولكن من محافظة قنا، ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة نجوى الهواري، منسق حياة كريمة بمحافظة قنا. دكتورة نجوى، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك وعلى كل المشاهدين في كل مصر. منذ دخول حياة كريمة حيز محافظة قنا، ما الذي لمسه مواطني قنا هناك حتى الآن؟ في الحقيقة يا فندم، هاخد المقدمة اللي حضرتك ذكرتيها، ان يعني مشروع حياة كريمة هو المشروع الأكبر اللي بيتم تنفيذه حاليا في مصر، لانه بيستهدف الإنسان المصري بالأساس. خلينا نتكلم عن محافظة قنا، وحسرد لحضرتك بعض الأرقام. في محافظة قنا احنا اشتغلنا في المرحلة الأولى على 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز هم مراكز المحافظة، ودي بداية قوية جدا في محافظة من محافظات الصعيد. الخمس مراكز بتضم 19 مجمع قروي بإجمالي 88 قرية، بتضم
يضم 769 نجع وتابع، وبالتالي احنا بنخاطب وبنستهدف عدد كبير جدا من اهالينا في الخمس مراكز دول. المشروعات اللي تم تنفيذها تجاوزت ال 712 مشروع في 15 قطاع خدمي واكثر. طبعا تكلفه الاستثمارات للمشاريع دي كلها تجاوزت ال 31 مليار جنيه لخدمه تقريبا 1.5 مليون مواطن قنائي. لو هنتكلم عن المشاريع اللي تم تنفيذها خلال المرحله الاولى في الخمس مراكز دول، فاحنا استهدفنا تقريبا كافه القطاعات الخدميه. بدانا طبعا بمشروعات البنيه التحتيه اللي الاهالي في جنوب الصعيد وفي محافظات الصعيد كانت بتفتقرها بشكل كبير جدا، زي مشروعات الصرف الصحي. احنا بنتكلم في اكثر من 130 مشروع صرف صحي في اجمالي الخمس مراكز. اتكلمنا كمان عن اشتغلنا في مشروعات الكهرباء واللي تجاوزت 165 مشروع في قطاع الكهرباء. ما نسيناش كمان قطاع الشباب والرياضه، هو قطاع مهم جدا عاتين نشتغل عليه مع اولادنا واطفالنا في المدارس وفي المراكز الشباب المختلفه. اشتغلنا على مشروعات قطاع الشباب والرياضه حوالي اكثر من 37 مشروع استهدفنا في تجديد واحلال مراكز الشباب الموجوده وبناء ملاعب جديده بتضم صالات العاب وانشطه مختلفه. طبعا ده غير مجمعات الخدمات الحكوميه اللي موجوده بنائها في كل مجمع قروي بنينا مجمع خدمات حكوميه. مجمع خدمات حكوميه خليني اقول لحضرتك انه بيقدم الخدمه بشكل قريب جدا من الاهالي في القرى، اللي كان المواطن في القريه يعني ياخد مسافه كبيره عشان يوصل المدينه لتقديم الخدمه دي. فالمجمع الخدمي بيشتمل على مكتب بريد، وبيشتمل على مكتب شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب شؤون اجتماعيه، ومركز وسجل مدني طبعا بالاساس، وسجل مدني ومركز تكنولوجي بالكامل يقدر فيه يعني يقدم الخدمات الحكوميه دي. كمان بنتكلم في انشاء مجمعات زراعيه، وده لان احنا بنعيش في بيئه زراعيه في الاساس لاهالينا، فاحنا محتاجين كمان نقدم لهم الخدمه الزراعيه والبيطريه بشكل قريب. دكتوره نجوى، انا كنت عايزه اركز على النقطه دي، ايه ابرز الاحتياجات اللي كان بيفتقدها سكان قنا وقامت المبادره بتوفيرها؟ ابرز لو احنا نتكلم عن ابرز الاحتياجات والخدمات واللي احنا لمسناها في جلسات الحوار المجتمعي اللي تمت قبل بدايه المشروعات دي وقبل تنفيذها، كانت ان احنا احتياج الاهالي لمشروعات الصرف الصحي، لان القرى ما كانتش موجوده فيها الخدمه. كان يعتمدوا على نظام القديم في الصرف الصحي، وده كان بيسبب كتير من الامراض وخلط المياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وده كان بيسبب كوارث. مشروع الصرف الصحي بالنسبه لنا دلوقتي هو المشروع الكبير والاهم، واللي الناس لحد دلوقتي مش مستوعبه فعلا انه فعلا دخل لكل قريه ولكل نجع في صعيدنا. من ضمن كمان الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها الخدمات اللي كان بيطلبها الفلاح المصري في البيئه الزراعيه، كان محتاج ان يكون في مجمع زراعي بالكامل بيقدم له الخدمه اللي هو محتاجها، باعتبار ان احنا بلادنا بلاد زراعيه وبتقوم على اهم الزراعات زي زراعه القصب السكر وغيرها. فاحنا عملنا لهم وتم بناء 19 مجمع زراعي في كل مجمع او وحده قرويه. عندنا وحده قرويه 19 وحده قرويه، بنينا مجمع زراعه كل وحده، والمجمع الزراعي ده بيشمل مركز ارشاد بيطري، وبيشمل معامل البيطريه، وصيدليه لصرف الادويه للحيوانات وللمواشي، بيشمل كمان مجمع البان لجمع الالبان من الاهالي اذا كانوا هم بيربوا هذه الماشيه في البيوت. عايزين اقول لحضرتك كمان في قطاع مهم جدا زي قطاع التعليم، يعني الصعيد بيتميز بالكثافه بالخلطه كتير زي ما بتقول كده، وبالتالي الكثافات الطلابيه كتير في المدارس. كان لازم نهتم كمان ببناء مدارس جديده موجوده في القرى دي، او اضافه نوعيات معينه من المدارس تخاطب فئات مختلفة حسب احتياجات الأهالي في القرى. فتم بناء نوعيات مختلفة من المدارس داخل القرى أو إضافة أجنحة. كم قرية استهدفتها المحافظة في قنا؟ احنا شغالين عفوا المبادرة، المبادرة في محافظة قنا في المرحلة الأولى في الخمس مراكز اشتغلنا على 88 قرية. 88 بالظبط، ال 88 قرية يعني متقسمين جوه لأكثر من 769 نجع وتابع داخلي. يعني هل كانت هذه القرى تصنف قرى فقيرة أو قرى أكثر احتياجا، أم أن يعني كان مستواها إيه؟ احنا في المرحله الاولى دايما نفندم على مستوى الجمهوريه، اشتغلنا بالتتابع بمعنى ان احنا بندرس القرى الاكثر فقرا اللي تجاوزت نسبه الفقر فيها اكثر من 70%، والمراكز بجميع قراها في المرحله الاولى جميعها تجاوزت نسبه الفقر فيها اكثر من 70%، وده على مستوى الجمهوريه مش بس على محافظه قنا. القرى دي تحديدا كانت بتفتقر لاشد الخدمات او لاهم الخدمات اللي يحتاجها الانسان المصري او الانسان البسيط في حياته اللي بتكلم حضرتك فيها.
احنا ان شاء الله هننتهي من هذه الكره في المرحله الاولى، تتجاوز نسبه الفقر فيها اكثر من 70% علشان ندخل لمرحله ثانيه وهي نسبه الفقر فيها اللي ما بين 50% و70% ان شاء الله في المرحله الثانيه. طيب ايه ابرز المشاكل اللي قابلتكم؟ المشاكل اللي قابلتنا اثناء تنفيذ المشروعات مثلا ان احنا ننزل على الارض نلاقي ان بعض التوابع او النجوع اثناء تنفيذ المشروعات، الطرق غير ممهده، السكن اللي طبعا المساكن العشوائيه في القرى حضرتك عارفه انها مش متخططه، فبالتالي في مشاكل كتير بتواجهنا اثناء تنفيذ بعض المشروعات، بيتم استبدال او يعني المحاوله ان احنا ننفذ مشروع معين بطريقه معينه قد يختلف شويه عن ما هو محدد له، الاهالي طبعا في بعض الاماكن بيحتاجوا لخدمات معينه، كنا بقدر الامكان نحاول نرفع ده بتقارير ميدانيه لزملاء في الغرفه المركزيه وبالتالي بيتم يعني هل في تواصل بينكم وبين الاهالي لما بتنزلوا في الجولات الميدانيه بتسمعوا هم محتاجين ايه، بتقوموا بتوفيره يعني الاهالي ردود افعالهم على تواجدكم اثناء تنفيذ هذه المشروعات؟ الاهالي فندم في القرى هم اول مره يلمسوا تواجد ميداني من مؤسسه هي مؤسسه كبيره بحجم مؤسسه حياه كريمه على الارض، هم بيشوفوا المتطوعين الميدانيين والمنسقين الميدانيين موجودين بينهم في اثناء تنفيذ كافه الفعاليات، فحسوا ان في تواجد قريب من المواطن وبين المسؤول في المؤسسه، باعتبار ان المؤسسه بتخاطب بشكل فعلي المواطنين والمواطنين كمان الاكثر احتياجا فقرا في الاسر الاولى بالرعايه، وده يمكن لمسوه اكثر او احنا لمسناه اكثر اثناء تنفيذ الفعاليات والمبادرات بعيدا عن المشروعات والقطاعات اللي احنا بننفذها. احنا نفذنا فعاليات كثيره جدا لمست الاهالي بشكل خاص، توزيع الصناديق وصل الخير 4 اللي احنا شغالين فيها دلوقتي في الوقت الحالي احنا بنلمس فيها بنحتك فيها مع المواطنين بشكل مباشر، فبالتالي بنبحث عن المواطنين الاكثر استحقاقا كمان مش بس الموجود اسمائهم في الورق، احنا بنبحث عن الناس اللي هي مش واصله لاي حاجه ومش بتستفيد باي حاجه، فاحنا بنحاول نوصل لهم على الارض. هم لمسوا ده يعني بشكل مباشر، وصلنا لهم خلال فعاليات كثيره زي فعاليه مثلا راجعين نتعلم احنا بداناها في بدايه العام الدراسي، تواصلنا فيها مع عدد كبير من الاطفال اللي هم من الاسر الاولى بالرعايه، وفرنا لهم المستلزمات المدرسيه ودفعنا لهم المواصفات المدرسيه دفعتهم من المؤسسه، فعاليات كثيره زي اولادنا مستقبلنا اللي بيتم فيها فتح حساب بنك لكافه الاطفال اليتامى في جميع هذه القرى، ده بيتم مباشره من خلال متطوعين ومنسقين ميدانيين المؤسسه على الارض. طيب قيمه التطوع التي ترسيها دائما حياه كريمه كيف تجلت في قنا؟ في الحقيقه يا فندم ان احنا بنقول لحضرتك ان احنا لما بدانا فكره التطوع في قنا كان العدد اللي يعني بيستقبل هذه الفكره كان بسيط جدا. زادت نسبه المتطوعين بنسبه كبيره جدا من حوالي 72% من بدايه المبادره لحد دلوقتي، مش عايزه اقول لحضرتك ان الكم الهائل اللي احنا بنستقبله من طلبات من تطوع من الشباب دلوقتي في جميع القرى نسبه مهوله جدا. احنا بننفذ حضرتك حاليا ندوات في الجامعات او في نزولنا للقوات الطبيه او غيرها، بنلاقي ان الناس اللي حابه تشترك معانا عدد كبير جدا، اللي سجلوا بالفعل على الموقع للتطوع تجاوز تقريبا حوالي الاكثر من 25,000 متطوع واكثر كمان على الموقع، لكن على ارض الواقع كمان اللي احنا بنستقبلهم وبنقابلهم معانا في شغلنا وفعالياتنا وفي الجامعه وفي غيره بيبقوا باحتكاك مباشر معانا، بيسجلوا معانا مباشره على استماره التطوع الخاصه بمكتب المؤسسه وبينزلوا مباشره معانا في متابعه العمل الميداني ومتابعه تنفيذ الفعاليات، وده لان المتطوعين من ابناء القرى هم اكثر الناس قدرة على ان توصيل احتياجات الاهالي بشكل صادق وبشكل انهم كمان يكونوا متابعين اللي بيحصل في قريتهم ومتابعين المؤسسة بتنفذه، وده بشكل او باخر بيعكس اهتمام بيخلي الشباب عندهم ايمان اقوى باهتمام الدولة بالقرى واهتمام الدولة بالمواطنين، وده يعني دي حاجة مبشرة جدا، يعني هذا الاقبال من فئة الشباب على العمل التطوعي ومساعدة هذه القرى ومساعدة أهاليهم في هذه القرى. دكتورة نجوى الهواري منسق حياة كريمة بمحافظة إنا، أنا بشكرك جدا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح. ولازلنا مع حضراتكم في مشروع حياة كريمة الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث، كما أنه يعد نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري. هذا المشروع يؤسس لواقع جديد للريف المصري عنوانه التنمية. دعونا نتابع المزيد في هذا العرض.
فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد هذه الفترة من التغطية الخاصة على إكسترا نيوز، ابقوا معنا. مبادرة ابدأ هي مبادرة تم إطلاقها في إطار تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي. كيف يتم ذلك؟ من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ما الذي تقدمه مبادرة ابدأ؟ المبادرة تقدم العديد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع، إلى جانب إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني أيضا، والدعم المادي اللازم للمتعثرين. سنتحدث بشكل أوسع عن مبادرة ابدأ مع الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور محمد صباح الخير. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني وإحنا بنتكلم عن مبادرة ابدأ الآن بنقول إن هي بتقدم العديد من أوجه الدعم الذي يقوم بدعم القطاع الاقتصادي ودعم القطاع الصناعي ودعم المشاريع بكافة مستوياتها، وهو ما يترجم توجه الدولة في الوقت الحالي. كيف تنظر اقتصاديا إلى هذه المبادرة بشكل عام، وبعد ذلك سنناقش بنودها بندا بندا؟ بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا النهاردة احنا بنشوف مبادرة ابدأ هي نموذج فريد اللي بنقول لاتجاه الدولة او لدعم القطاعات الانتاجية بس بشكل عملي. النهاردة فكرة إن الدولة بتخلق يعني بتقول روح جديدة لدعم القطاعات الصناعية من خلال العديد من المبادرات، يعني مبادرة ابدأ تحتوي بين طياتها مبادرات دعم لوجستي، دعم فني، اللي بنقول مزايا ضريبية وحوافز ضريبية، كل هذه الأمور طبعًا هي دعم القطاعات الإنتاجية اللي إحنا بنستهدف عليها كاقتصاديين، إن إحنا بنقول الاتجاه للاقتصاد الحقيقي اللي هو قائم على الإنتاج. احنا النهارده بنقول قوتنا او قوه اي اقتصاد ما بتتحققش بالفعل الا لما بيكون اعتمادنا على القطاعات الانتاجيه. النهارده مبادره ابدا مكنت القطاع الخاص ان يكون ليه دور في عجله الانتاج بدعم مباشر من الحكومه لخلق حاله من التكامل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستفاده من المزايا اللي بتقدمها المبادره، وبالاضافه ان النهارده المنح التسويقيه او المعارض اللي بتنفذها الدوله للمنتجات المصريه اللي يعني على مستوى العالم، دي اعتقد ان هي نافذه لنفاذ المنتج المصري اللي يكون ليه نفاذيه في التصدير لدول العالم، ويمكن بالاخص دول اوروبا ودول افريقيا اللي مصر تتميز فيها بقرب الموقع الجغرافي، الى بالاضافه الى وجود نفاذيه او قبول لدى المستهلك سواء الافريقي او الاوروبي لاغلب المنتجات المصريه. ويمكن النهارده مع التجديد القياده السياسيه باعتبار معايير الجوده الاوروبيه شرط اساسي في المنتج المصري، زي ما سياده الرئيس فرضوا على المستورد، النهارده فرضناه على نفسنا لتطبيق اعلى جوده للمنتج المصري. فاعتقد النهارده ان الفرصه متاحه للقطاع الخاص ان هو يحتل مكانه كعنصر هام لزياده الانتاج المحلي، بالاضافه طبعا اللي هو يكون ليه نفاذيه للمنتج المصري حتى يحتل مكانه، وزياده الصادرات المصريه اللي احنا بنهدف اليه من خلال مبادره ال 100 مليار دولار صادرات. واعتقد ان الجهود كلها بتعزز بعضها البعض. النهارده مبادره ابدا بتعزز مبادره الصادرات، بتعززها جهود الدوله التمويليه زي مبادره سداد المستحقات المتاخره للمصدرين. كل هذه الجهود هي محصلتها النهارده اللي احنا بنشوفه ان احنا قادرين او ما زال الاقتصاد المصري في ظل ازمات عالميه متتاليه ومتصاعده الشده، قادرين الحمد لله النهارده ان احنا نحقق معدلات نمو ايجابيه، وقادرين باشادات كافه مؤسسات التصنيف الدوليه ان احنا نحافظ على ان الاقتصاد المصري يكون
مرن وبيقدر يتعامل مع مستجدات الاحداث، وكما وصف ان هو بيمتص الصدمات. طيب خلينا نتكلم بشكل مبسط شويه دكتور محمد، يعني للمشاهد الذي يشاهدنا الان وربما يكون عنده رغبه في القيام بمشروع ولكن يجهل الكثير عن هذه المبادره، الى اي مدى يعني سهلت وذللت هذه المبادرة العقبات التي قد تواجه رواد الصناعات خاصة الصغيرة؟ طيب احنا خلينا نقول ان فترة من الفترات كان في عندنا مشكلة في البنية الأساسية في الأساس نفسه، ان هي ما تستوعبش إقامة مشروعات صغيرة، ودوت كنا بنشوف المشاكل اللي بتقابل المستثمر الصغير، ان هو بينشئ مشروع مصدر الطاقه غير كافي، بنقول انقطاع في الطاقه الكهربائيه، ما فيش مصادر الوقود نفسه ان هو يقوي يدور مشروعه، عنده مشاكل مع الضرايب، عنده مشاكل في التراخيص، فكل هذه الامور كانت معوقه لهذه المشروعات. لما نشوف النهارده مبادره ابدا وهي انتهجت في نهجها النهج الاصلاحي اللي انتهجته الدوله، هي اشتغلت على الثغرات اللي كانت بتقابل او بتعوق الاستثمارات، وابتدينا نشتغل عليها من خلال مبادره ابدا، بقى في دعم مالي، في تراخيص، اصدار التراخيص، ويمكن الرخصه الذهبيه اللي منحها السيد الرئيس للمشروعات اعتقد من ضمن هذه المزايا. النهارده منح الاراضي بحق الانتفاع لاقامه المشاريع، ممكن النهارده مشروع يقام ويبقى في توفيق اوضاع بعد كده لانهاء التراخيص بتاعته. النهارده الدعم المالي من خلال المبادرات اللي اتاحها البنك المركزي، كل هذه الامور طبعا وصلتنا في مرحله قليله، يعني احنا الحمد لله احنا خدنا الثمان سنين اللي فاتوا كنا بنعيد هيكله البنيه الاساسيه اللي احنا بنحتاجها، النهارده بقى الفكره نفسها فكره التكامل. يمكن خلينا اقول برضو ان المشروعات القوميه دي كانت صعبه تحدث من خلال القطاع الخاص، فكان هي الدور الكبير اللي تحملته الدوله هي اقامه هذه البنيه التحتيه اللي مكنتنا في اقل من ثمان سنين ان احنا نكون قادرين بنقول ان مصر بيئه صالحه لانجاح الاستثمارات. البنيه التحتيه طبعا بتشمل الطرق وبتشمل اقامه المناطق الاقتصاديه في العديد من المدن. بالفعل يمكن هي طبعا احنا دايما بنقول ان بدايه التنميه هي الطريق، ويمكن نعم. دي السياسه اللي انتهجتها الدوله اللي من خلال شرايين التنميه 7-3 كيلو طرق كانت هي البدايه اللي قدرنا من خلالهم على جانبي هذه الطرق نخلق المجتمعات العمرانيه والمجتمعات الصناعيه المجاوره لها، بالاضافه الى توفير شبكات الطاقه المنتشره على مستوى الجمهوريه كاعتماد على الطاقه الجديده والطاقه المتجدده، بالاضافه الى الطاقه اللي بتعمل بالغاز الطبيعي والوقود الاحفوري. النهارده مصر بقت متنوعه وعندها محصله او يعني حافظه من مصادر الطاقه المتنوعه اللي مكنتنا النهارده الحمد لله بقى عندنا وفره في الطاقه، وانتقلنا الى فكره التصدير او ما يطلق عليه بالعام ان مصر اصبحت مصدر محور اقليمي لتبادل الطاقه بكافه انواعها سواء كهربائيه او طاقه نفطيه او مشتقات نفطيه او غاز طبيعي، واستقبلنا الى دخول العنصر الجديد الاخضر اللي ابتدت مصر تنتجه بالفعل، ويمكن دوت كان من اهم المشروعات اللي تم افتتاحها في قمه المناخ اللي العقد الشهر الماضي، ان مصر هي اولى الدول في المنطقه بالكامل هي انتجت الهيدروجين الاخضر بشكله اللي يعني بيقول الصناعي، وانتجت منه الامونيا الخضراء المعدل التصدير وهتصدره كمان. ما هي معدل التصدير الامونيا الخضراء، فهي بالفعل احنا النهارده انتقلنا الى مرحله جديده من خلال هذه البنيه التحتيه. ابتدينا ننشئ مدن صناعيه مرفقه يعني متاحه للاستثمارات لاي استثمار صناعي طبقا للخطط المرسومه او الخريطه الاستثماريه المرسومه لكل منطقه، فاعتقد النهارده الفرصه متاحه ان يعني بيقول القطاع الخاص يحتل مكانه، بتكلم المشروعات الصغيره متناهيه الصغر ان هي تحتل مكانها في الفرصه التسويقيه اللي موجوده النهارده، ان احنا نتيجه الازمه العالميه سواء كورونا او الازمه العالميه الروسيه الاوكرانيه بقى في يعني قله في الصادرات او اللي احنا بمدخلات الانتاج اللي بنحتاجها، بقى في الاعتماد دلوقتي على المكون المحلي، يعني بقول ان احنا بقى لنا سنتين في قله في الاستيراد السلع اللي يعني بنقول اللي ممكن تكون رفاهيه او مكملات مدخلات صناعه، بقى في اعتماد عليها، فهي فكره دعم الصناعه بشكل عملي، ان انا بقيت انتج منتج مصري كمدخل للصناعه ووفرت له السوق اللي هو يشتغل من خلالها، فالنهارده هو ده دعم للقطاعات الانتاجيه بس عملي على ارض الواقع. يمكن يعني احنا شفنا في الافتتاحات الشهر الماضي من خلال مبادره ابدا شفنا مشروعات الناس اصلا بتتكلم بتسال بتقول احنا فين المشروعات الانتاجيه، احنا ما بنتجهش للصناعه، لا احنا بنتجه للصناعه، وشفنا مشروعات يعني احنا ما كناش نحلم ان هي تكون موجوده في مصر، احنا بننتج معدات ثقيله، بننتج صناعات دوائيه، ويمكن مدينه الدواء من هذه الصناعات، صناعات نسيجيه، مصر متنوعه
بكافة قطاعاتها الاقتصادية اللي اشتغلت عليها الدولة في كافة قطاعاتها، وبنشوف محصلتها النهاردة في الحمد لله في زيادة الصادرات العام الماضي، وصلنا إلى 45 مليار بإذن الله في هذا العام إن شاء الله نحقق معدلات أعلى. ال 100 مليار اللي طرحها سيادة الرئيس كمبادرة للوصول إليها رقم كبير في ذاته، لكن مش كبير على الاقتصاد المصري، وفي ظل الجهود اللي بتبذل وفي ظل الإرادة السياسية اللي بتكملها إرادة شعب بيدعم قيادته السياسية، أعتقد إن إن شاء الله ال 100 مليار سيكون رقم سهل أو مش يسير التحقيق، لكن قريب المنال بإذن الله، ويبقى في زيادة بالتأكيد في ظل خاصة في ظل تذليل العقبات يعني الغير مسبوق من قبل الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والمزيد من الاقتصاد ودعم الاقتصاد المصري. نشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، تم ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية. تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة. المزيد في سياق هذا العرض. إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة من التغطية الحية والمباشرة دائما على شاشة إكسترا نيوز لرصد كل ما هو جديد. ألتقيكم من جديد على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. أنا دريم مصطفى، حتى ذلك الحين أترككم في أمان الله.